مدام راني انا جو سوي ايبيديميولوجيست دونك دونك راح نحوس على الاسباب نتاوعها على كيفيه الوقايه من هذه الامراض هذو بالنسبه للامراض المعديه لي اون برينسيب رانا نورمالمون اي سون ايراديكي بقاو كالكوزون بصح اشاك فوا تظهر لنا مرض كيما هذا باغ اكزومبل كورونا كورونا اخر كلمه ذكرتها الاستاذه زايدي في احدث تصريح اعلامي لها بجامعه سطيف فشاءت الاقدار ان تفارق الحياه بسبب هذا الفيروس الذي كان من اهتماماتها في مجال البحث العلمي. هي صاحبه 32 ألف استشهاد عالمي على مستوى القاره الامريكيه وخاصه الولايات المتحده وكذلك الدول الاوروبيه والدول الناميه منها الصين تركيا كوريا الجنوبية وكذلك البرازيل وإيران وعندها في ماتير دو نومبر دو سيتاسيون دونك لو وهي يعني عندها صدى عالمي كبير كانت تجري أبحاثها في هذا المخبر بجامعة سطيف فعرفت بعلمها الغزير وتواضعها الكبير بالرغم من الدرجة الرافعة تاعها هي بروفيسور والتكريمات اللي عندها اللي تحصلت عليها وهذا وإنما كي تجي صباح صباح ولا تجي التعامل معها تقول لي صباح خير وليدي ما تقوليش صباح خير فلان ولا مسيو ولا تقول لي صباح خير وليدي هذان الطالبان هما اخر من تعاملت معهم في الاطروحات الجامعيه فاوصتهما بالبحث خيرا احنا كنا من بين الطلبه اللي اصرينا ان نتعامل مع البروفيسور كونها خاطر تعاوننا بزاف وتدفعنا بزاف وصتنا برد الجميل للدولة تاعنا واللي عطتنا فرصة أن نتعلموا هنا قلت يعني مهما طلبتوا العلم ولا سافرتوا والله دايما لازمك ترجع وترد الجميل أكثر من سبعين بحث نشر لها في دوريات عالمية اثنان وثلاثون ألف اقتباس من أبحاثها استغل في مختلف البلدان وجوائز من مختلف الهيئات في العالم تلك هي البروفيسور زايد زبيدة لمن لا يعرفها